ولهذا قال الحسن البصري: إذا فسد السوق فعليكم بالقوت. إذا فسد السوق فعليكم بالقوت، إيش يعني هذا؟ يعني إذا اختلطت على الإنسان الأمور، على الناس اختلطت الأمور وكثر الخبث في الأسواق، كثر الحرام، فعليهم بالقوت أي عليهم بالزرع، عليهم بالأرض، حتى يستغني الإنسان بأرضه، بأرضه أو بأرض أخيه، يشتركان في أرض، يزرعان فيها، يأكلان منها، يربي فيها طيور، يربي فيها حمام، يربي فيها أرانب، يربي فيها أغنام، زين، يشترك. يعني حتى أنا أقول لي يعني بعض الإخوان عندما ألتقي بهم أقول: وصل بنا الحال إلى أننا نترك المزارع، هذا خط الباطنة كله مزارع، نترك خط الباطنة يعني لأناس يعبثون في الأراضي ويعيثون فيها فسادا بالأسمدة الكيماوية المركزة الكثيرة التي يستعملونها بكثرة لسرعة الإنتاج وكثرته، هذا يدمر الأرض. يأتي هذا الإنسان ما عنده رأس مال، يأخذ الأرض من صاحبها 20 فدان، 5 فدان، 10 فدانات مثلا، فتراه يزرع ويأتي من هنا بمال ويأتي من هنا ويدفع لصاحب المزرعة شيئا يسيرا، ويراقب ذلك الزرع ويرشه ويرشه بالمبيدات رشا حتى لا يبقي آفة، حتى لا يبقي آفة، يكون الإنتاج يصل إلى حده، موسم موسمين ثلاثة تحصل الأرض لا تصلح للزراعة أو لا تعطي كما كانت. طيب أين الشباب؟ ما لازم تشتري المزرعة، مزارع تعرض للإيجار. أحد الإخوة يخبرني منذ أيام يقول: مزرعة في منطقة من مناطق الباطنة معروضة للإيجار، 20 فدان معروضة للإيجار ب800 ريال، 20 فدان ب800 ريال، يقول: وعرضت أن أستأجرها ب300 ريال فقط في الشهر، وربما سيقبل صاحبها، يعني 300 ولا 500. يشترك 10 شباب مثلا، سيو مشروع تربية دواجن، تربية أغنام، تربية كذا، ويسألوا أهل الخبرة قبل أن يبدأوا، فيأكلون حلالا ويطعمون أهلهم حلال. هذا ما أقول هذا لأنه الحلال ما موجود، لا، الحمد لله الحلال اتسعت دائرته وهو موجود، لكن حتى نعمل أيضا في أرضنا. وإلا فإن الكثير من يعني العمانيين الحمد لله الآن عندهم مزارع دواجن، وكذلك الكثير أيضا من الإخوة يعني العرب أيضا المصريين وغيرهم عندهم مزارع دواجن أيضا، وفيها كميات كبيرة، وإن شاء الله يعني الحكومة الآن بصدد مشروع كبير أيضا من هذه المشاريع، ينتج فيما أحسب حوالي 66 طن تقريبا في السنة، إن شاء الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق.